وهنضل بالأعمال السينمائية، لكن مع المنتج محمد حفظي للقائنا معه عن السينما ما انتهى. ومن بعد تصريحات الأسبوع الماضي عن الفيلم اللي بيحضره مع منى زكي وإياد نصار، اليوم هيكلمنا عن تفاصيل أول فيلم له بالسعودية وعن البرامج التدريبية اللي قدمها للشباب السعودي بالورش اللي شارك فيها مؤخرا. وزارة الثقافة كانت حريصة أنها تدعم بعض الصناع وبعض المشاريع اللي عندهم أفلام ومشاريع جيدة أو سيناريوهات أو حتى أفلام في مراحل مختلفة من مشوارها. يعني الدعم ده كان من خلال مسابقة، بعد المسابقة الناس اللي حصلت على دعم الوزارة يعني رأت أنها يعني يبقى في متابعة للمشاريع دي، والدعم ما يبقاش مجرد دعم مادي، يعني يبقى في كمان دعم بخبرات معينة أو نقل خبرة من خلال الاحتكاك ببعض المحترفين وبعض المختصين في مجالات السيناريو والإنتاج والإخراج، ورش عمل وجلسات مع الناس دي من خلال شركة أو أكتر من شركة بتنظم العملية، يعني بتنظم الورش دي، وأنا كنت أحد المشاركين في الورش. ونقدر نقول إنه مسابقة ضوء لدعم الأفلام كانت من أنجح المسابقات اللي تنسقت الفترة الماضية لدعم الأفلام، ولاقت إقبال كبير من المشاركين اللي تلقوا خبرات من أهم المخرجين الكتاب والمنتجين على مستوى العالم. بقعد مع مخرجين، بقعد مع أصحاب مشاريع، بقعد مع كتاب اللي فازوا، وبنتكلم عن كل الأسئلة اللي ممكن تكون شغلاهم أو إزاي نقدر نوصل بالسيناريو أو نوصل بالمشروع إن هو يكون جاهز للإنتاج، يعني إن هو يكون في أفضل حالة، يعني إن هو ينتج سواء من خلال تحسين أو الشغل اكتر على تطوير السيناريو، والشغل على اي حاجه ليها علاقه بالانتاج، اي حاجه ليها علاقه باختيار العناصر الفنيه، حتى لو بالدعايه وبالتوزيع، اي سؤال عند الناس يعني. وطبعا كان في ورش تانية برضو ليها علاقه بتطوير السيناريو، بعضها الورش للمبتدئين او للكتاب اللي لسه يمكن ما عندهمش مشاريع. وهالموضوع ما كان سهل، واخذ منهم حوالي 6 اشهر من العمل مع المواهب الموجوده في السعوديه. وانا بالنسبه لي كانت تجربه كويسه جدا، انا اتعرف على الناس دي، اشوف الكتاب الجداد، اشوف المخرجين، اتعرف عليهم، اشوف بيفكروا في ايه الاعمال اللي عايزين يقدموها، بالذات انا كمنتج ومهتم بالسوق السعودي يعني. وغير مشاركته بورش العمل، محمد حفظي هيخوض تجربه جديده من قلب السعوديه من خلال انتاج فيلم جديد لصالح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي اثراء. فانا يمكن اول مره بخوض تجربه الانتاج داخل السعوديه بعناصر الغالبيه العظمى من الكاست والكرو هيبقوا سعوديين بنسبه 100%، ودي حاجه بالنسبه لي مهم ان انا اجرب التجربه دي واشوف ازاي هنقدر نخلق مع بعض عمل على اعلى مستوى ان شاء الله يعني. وحفظي كان استغل وجوده في مهرجان كان السينمائي ليعلن انه هالفيلم هيحمل اسم بحر الرمال، لكن يبدو انه اسمه ممكن يتغير بحسب ما صرح لسينماتك. هو اسم ما عجبنا، بس هو ممكن نقول اسم مؤقت، وارد انه يتغير، بس وارد انه يفضل برضه، لان طبعا الفيلم فيه مزيج ما بين الصحراء والجبال والمدن، ويعني هو رحلة، فبالتالي في طبيعة جغرافية مختلفة ومتنوعة بنعدي بيها، وطبعا الرمال جزء من طبيعة المكان كمان، دي ممكن يكون ليه بعد يعني رمزي شوية. وأكيد تفاصيل هالعمل بتسمعوه لأول مرة من خلالنا. قصة طفل يعني في عنده 13-14 سنة بيكون علاقة خاصة جدا من ناقة، من جمل يعني، بياخدوا رحلة مع بعض. الرحلة دي تفاصيلها ايه وبتاخدهم من فين لفين والكلام ده كله مش هنحرقه دلوقتي، مش هنكشف عنه دلوقتي، لكن طبعا في صراع، في شخصيات تانية، الفيلم في نوع من المغامرة، في بعض التشويق، بنكتشف من خلاله حاجات كتير قوي، مش بس عن الجمال، بس كمان عن الناس اللي بقابلهم في رحلته، بيكتشف حاجات كتير عن نفسه كطفل بيخوض رحلة بتخليه يعني ينضج لحد ما، بنودع الطفولة وبنخش في مرحلة جديدة من حياتنا، بنتعلم حاجة، بنكتشف حاجة عن العالم، عن نفسنا يعني.